السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب للمعلومات. لا تنسى اشتراك القناة وتفعيل جرس يصل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو نديرو مراجعة على ميكروفون سونفيل. هذا هو خوتي، هذا هو اسم ميكروفون، هذا اسم ميكروفون خوتي، هو هذا هو اسم تاعو. عطيك له المواصفات تاعو، قال لك عنده باتري يشد 6 سوايع خوتي، 6 سوايع يشدهم. ها 6 سوايع، ها هي، ها هي 6 سوايع خوتي، ها هي. هنا يعطيك كيفاش تركبو خوتي. دوكا نحلو هذه العلبة واش فيها داخل. المهم هذا ميكروفون صومبي، دوكا نجربو خوتي مع بعضنا، نتاستو ونشوفو. قلتو خوتي خوتي ما تروحش بعيد، دوكا نرجع لكم خوتي. هذه كرتونه تاع الميكروفون، دوك نفتحوا العلبه. هذا هو الميكروفون خوتي، هذا هو ميكروفون سونفيل. تشارجي من الباتري تاعو، ها هو. وعندو هدية، عندو شارجور تشارجي بيه الميكروفون. وهذه هي شكل كما نقول حنايا بلوتوث، هذا تاعو بلوتوث، تركبو في التليفون. وهذا هي تلصقو في القميص تاعك ولا، وتبدا تهضر شروحات ولا. دوك خوتي نتاستو هذا الميكروفون، قالك راه ميكرو احترافي. حنا نجربو ونشوفو اسكو صح فيه الصوت مليح ولا والو. خوتي ما ترونش بعيد، دوك نركبو في التليفون نرجع لكم، وقولوا لي في التعليق اسكو الصوت تاع هذا الميكروفون مليح ماهوش مليح. فهمتوا خوتي؟ هذه هي، دوك نقطع الفيديو ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة في الله، هذا هو ميكروفون تاع سونفيل خوتي. هذا هو حبيت تركبو هنا في التريكو ولا في الجاكيطة، وعن بعد خوتي هو هنايا، ولا حبيت هنايا هو. وكان بعد الهاتف نشوفو الصوت، أسكو الصوت يحكم ولا ما يحكمش الصوت خوتي. هذا هو الصوت تاع ميكروفون سونفيل خوتي، كما قلنا لكم هذا هو اسم تاعو. يحوس يدوموندي ميكروفون سونفيل خوتي، راه يدي تقريبا 350,000. قلت خوتي 58 ولاية، جميع الولايات الجزائر، جميع الولايات راهم دوموندو ميكروفون سونفيل خوتي. اللي حوس يدوموندي ميكروفون سونفيل كيما هذا خوتي، يتواصل معايا عن طريق الهاتف، او يخليني التعليق اسفل هذا الفيديو. وكذلك ندوموندو حتى من الخارج، مثال ساكن في فرنسا ولا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب، ندوموندو ميكروفون عادي بدون اي مشاكل. هذا هو الصوت تاع ميكروفون سونفيل، كيما اصحاب اليوتيوبر يساعدهم ولا في في الشروحات ولا خمن كابل تاع ميكروفون خوتي. هذا هو بهذه الطريقه خوتي. حبيت ثاني تنحو منا سيكو، ولا حبيت ثاني تحطو هنايا ولا هنا ولا هنا كيما حبيت. ها هو الصوت تاع ميكروفون بدون خيط او بدون كابل، ها هو عادي. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناه وتفعيل جرس يصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.